قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وخلال الجولة التفقدية حرص الرئيس السيسي على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين التي تصادف وجودها أثناء مرور المارة. واستجاب الرئيس السيسي لطلبات إحدى المواطنات وأمر بنقلها الفوري لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وقد حرص سيادته على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم. فرن ولا محل؟ فرن. محل فين؟ بيبيع عيش حر ولا عيش؟ ده وده حضرتك. الحر بيتكلف كام؟ الحر احنا بنبيعه بنص جنيه، والعادي بنبيعه بشلل. لا ابو شلل ده خلاص، ده بتاع لكن الحر بتبيعه كام بصراحه؟ والله نص جنيه، انا مش عارف اللي هي بنص جنيه. يبقى اقل من ثمنها. انا بقول لك اللي انا يعني انت بتبيع الحاجه اقل من ثمنها؟ والله ببيعه نص جنيه. انا مصدقك بتبيع اقل من ثمنها؟ لا. طب يعني اذا كان هو بيتكلم 65 قرش هتبيعه ب 50؟ انا شغال في، انا شغال في المكان. وفد انا عارف ان الرغيف بدقيقه بالخميره بالعامل اللي بيشتغل بشوية الكهرباء ولا الغاز يعني والإيجار والكلام ده كله بيتكلف 65 قرش. فلو أنت بتبيعه ب 65 قرش حوالي ماشي بثمن، لو بتبيعه ب 80 قرش حوالي بتكسب 15 قرش. ليه بقى؟ بتعمل كام ألف رغيف في اليوم؟ على حسب المكنة اللي أنا شغال عليها. كام؟ ماشي مثلا 15,000 10,000. اسمك إيه؟ اسمي محمد. يا محمد، فبتبيع ب 50 وبتبيع بشيل. طيب سبب الغلاء للعيش الحر في بيت الاسواق ليه؟ اقول حضرتك بسبب ارتفاع العالمي كله عموما. انت مالك بالعالمي؟ هو انت دي احنا زودناه عليكم يا اولاد؟ لا مش حضرتك تجيب لنا استوردي؟ استنى بس، احنا بنتكلم في العيش دلوقتي. احنا مش بندي الدقيق من وزاره التموين بالحصص، سواء كانت للخبز المدعم او الخبز غير المدعم، ولا انا مش عارف. ايوه صح. يبقى احنا بناخد الدقيق بثمن احنا عارفينه. تمام مدعم. انا مش بتكلم في كده، بتكلم الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بثمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر. اسمع، اكبر دوره ربح هي الدوره اليوميه. الدوره الايه؟ يوميه. انا كل يوم بعمل رغيف بكسب. لو بكسب في الرغيف قرش بكسب لا يبقى انا النهارده الرغيف اللي عملته النهارده خدت قرش، واللي عملته بكره خدت قرش. في ناس ثانيه بيحط بضاعه تقعد بالاسبوع وتقعد بالشهر ما تتباعش كل شيء، انما الخبز الناس كلها بتاخده. فلو انا النهارده عندي مخبز بيطلع 10,000، وانا بقولها ليه مش ليك انت يا محمد، انا بقولها عشان تسمعها المصريين. لو انا النهارده بعمل 10,000 رغيف في المخبز وبكسب في الرغيف ريال، كم؟ يبقى هكسب قد ايه؟ يبقى 4,000 جنيه. ال 4,000 جنيه دول مش بعملهم في الاسبوع، انا بعملهم في اليوم. ومحسوب فيهم ايه؟ محسوب كل اللي فيهم دوره التشغيل، مرتبات الناس، الغاز، اي حاجه متسعره على ان الرغيف اقصى حاجه ليه زي ما احنا بنكلفه 65 قرش. لو انت بعته ب 85 يبقى خدت 20، يعني عملت 4,000 جنيه في اليوم ب 10,000. يبقى في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120,000. 120,000 لمخبز بيعمل 10,000، ده قليل؟ انت فهمت الكلام يا محمد اقصد ايه؟ هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا لا اذا مش بقى بتكلم في رحمه ومش رحمه، انا بتكلم في اقتصاد. اي واحد عنده محل او عنده مصنع عايز يكسب منه، وانا معاه وعايزه يكسب ويعيش. ربنا يخليك. انا بتكلم بجد، انما بايه؟ بالعقل. انا شاكر افضالك يا سياده الرئيس ان انا قابلتك. أنا بقالي 17 سنة في الكويت ماشي، بس دلوقتي اتفتح لي شغل في بلدي، أنا شغال هنا في بلدي دلوقتي، سبت الغربة ما كنتش عارف لا رب عيل ولا رب ده،
بس دلوقتي انا بشكر حضرتك انك انت فتحت لنا مجال في الشغل. طب انت شغال ايه؟ انا شغال بقى ماسك الفرش مع بتوع الفرش. فرش العماير. انتوا من دمياط؟ لا انا من جنة من لوكسر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بس طيبين والله. شغال كويس الحمد لله. والله تمام يا ريس. الحاجه متينه؟ لا تمام والله يا ريس. رمسد؟ والله تمام. انت بتعمل بت 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 بتفرش بالالف والالفين. انا من ضمن المتضررين في 4:30 وجيت جيت في اهلين. فيعني عشان كده بنراعي ربنا في الفرش وفي الكلام من ده عشان خاطر برضو احنا متضررين قبل كده. صحيح. فالحمد لله رئيس احنا شاكرين افضالك انك انت جبت لنا من الغربة اللي احنا كنا متغربين فيها وعيالنا بقينا وسطهم دلوقتي. ربنا يكرمك. كان نفسي اقابلك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازي كنتوا هنا؟ مبروك. الله يبارك فيك. انت الحاجة الحلوة للولد. ازي حضرتك؟ ازي ربنا بيحبني. انا سعيد ان انا اشوفك بجد. انتوا هنا مبسوطين؟ بجد انا سعيده قوي. كتر خير كتر خير. مبسوطين بجد. صحيح. انت ربنا يخليك لينا يا رب. صحيح والله كل حاجه كويسه. والاسعار قولي. اسعار ايه؟ الحلويات؟ لا الحلويات بتاعت العيال بقى اللي بيتكلموا في الاكل والشرب يعني. انا مش مصدقه. لا طب ليه بس الاول عادي. كل حاجه هنا جميله. والفرش وكل حاجه جميله. تسلم ايديك بجد. طيب. ويخليك لينا يا ريس. اهلا وسهلا. انت بنتها؟ دي بنتي رحيل ومعايا روضه 5 سنين. ما شاء الله. ودي اختي. ربنا يخليك لينا يا رب. ويخليك يا بابا. بجد انا مش مصدقه اني قابلت حضرتك. انا كنت حاسه. قولي لي الاسعار بتاع الاكل والشرب ايه؟ الاسعار لسه ما اشتريتش حاجه. انا بشتري من المنطقه اللي انت حضرتك شلنا منها. يعني أرخص. مصر القديمه. ارخص. انا بتكلم على يعني الشهر ده. زي الفل يا رب. يعني لا ما تقوليش كده. ما انا عايز اسمع. انا حضرتك والله ما اشتريتش عشان ما اكذبش على حضرتك. بقالك شهر ما اشتريت. والله ما اشتريت. طيب وطاقه التموين ماشيه؟ ماشيه. تاخدوا حاجتكم؟ كل حاجه. والعيش؟ والعيش صحيح كل حاجه والله. والعيش بشلي. طيب. انا زي ما عايزه اقول لحضرتك حاجه. قول يا بابا. انا اختي معانا جنبين بس ما سلموهاش ومعاها 5 عيله. هذا فين؟ في الجيوره مجرى العيون. يعني اللي هي الحته بتاعت سكر والليمون ولا حاجه دي؟ لا لا عند سور مجرى العيون دخلت الجياره. اللي حضرتك قبل كده كنت مصور. كل اللي موجود هنا. ايوه هم. الكلام اللي احنا بنقوله احنا بنراجع كل حاجه بجد. يعني بجد البلد انت حضرتك يعني بجد بقت حاجه تاني. شوف انا عايز اقول لك انتوا كلكم اهلي. حبيبنا. وانتوا حبايبنا. احنا اولادك. اولادك. وانت ابونا. وانا يسعدني ويشرفني. ويبارك لنا فيك ويخليك لنا يا رب. وعايز اعمل كل شيء طيب لكم. مش عملنا لكم في نادي هنا؟ ايوه في كل حاجه. في مدرسه هنا؟ في كل حاجه. وفي مسجد هنا؟ ايوه في كل حاجه. وفي كنيسه هنا؟ ايوه في كل حاجه. كل حاجه لكل الناس. صح. احنا كلنا واحد يا رب. واحد. الرب هو اللي خالق الكون كله. ونعم بيه. وهو اللي موزع كله. طيب ايه تاني؟ مش يخليك لينا يا رب. طب انت جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي مبيض محرق جبس. شغال في العاصمه الاداريه تبع الشغل اللي هو باليوميه ده يا ريس. سلم على والدك. يخليك لينا فيك ربنا. شكرا يا ريس. شكرا. كل سنه وانت طيب. طيب عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. ولادك؟ ايوه ولادي. تعالي يا تعوض. تعالي سلمي على الريس. ازيك يا جميله؟ ازيك يا عامله ايه؟ الحمد لله. تقوى بس؟ عندي تقوى ومحمد. بس محمد في البيت وانا معايا عياله. وماله هاتيهم ربنا يخليك. طمنينا عليك. الحمد لله. صحيح. الحمد لله. قولي الاسعار اخبارها ايه؟ والله غلا. طب احنا قاعدين يعتبر عيلتين في شقه واحده، اوضتين وصاله، يعتبر اوضه. ليه؟ ما قاعده مع حماتي. ما جوزي قاعد يعني شغال يوم ويوم لا يعني مش بس يعني الحمد لله. بيشتغل ايه؟ بيشتغل مع كبابجي. يعني في محل محل كبابجي زي صبي كده. كل حاجه كل حاجه. فين ولد اختك كاتين؟ تعالي ياسمين. ازاي ولادك؟ بناتي. ما شاء الله. ثلاث بنات. ما شاء الله. طمنيني على الدنيا عامله ايه؟ الدنيا عامله ايه؟ الاسعار غلى شوي حتى بعد الاجراءات اللي احنا يعني إيه؟ يعني المنافذ اللي فتحت ديت. لا هي يعني المنافذ كويسه طبعا. طب انتوا بتروحوا المنافذ دي؟ لا بصراحه ليه؟ بنروحها ما عشان الكنه مش قدامنا وكده فمش موجوده في كل مكان. احنا دلوقتي المنافذ ديت وبالمناسبه
كل الهايبرات الكبيره احنا عاملين فيها نفس الكلام. يعني الموضوع مش على قد المنفذ حضرتك بس المشكله الغلا وفي نفس الوقت المدارس والدروس وكل ده طبعا ما بيتخلفش. يعني احنا الوقت هي قاعده معاكم؟ لا هي مش قاعده معايا، قاعده جنبي في يعني بعديه بشارع. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا ريس. بناتك في سنه كام؟ اولى ثالثه اعدادي واولى اعدادي وخمسه ابتدائي. اسمك ايه؟ أنا؟ لا اللي خايفه دي انا؟ ايوه ماي. شيلي يا ماي البتاع، خايفه ليه يا حلو؟ لا مش خايفه. صحيح طب مشيت ليه؟ عايز اكلمك. طيب عامله ايه في التعليم؟ الحمد لله كويسه. بتذاكري كويس؟ ها انت سنه كام؟ انا خمسه. سنه خمسه لسه شويه. لسه شويه. انا مريم في سنه اولى اعدادي. اولى اعدادي وبتذاكري كويس؟ ماما مخليها بالها منك في المذاكره؟ شوفوا اغلى حاجه، اغلى حاجه تقدميها للولاد تعليم كويس. ايوه طبعا، ما هو الواحد ما بيهتمش بالتعليم اكيد. تعليم و... أيوة طبعاً. والواحد يتكلم كويس. هي اكتر واحد الواحد بيعملها معاهم التعليم من اي حاجه ثانيه عامه يعني. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب. صحتك. كل سنه وانت طيب. فين الست اللي معاك؟ حبيبي. ازيك يا امي؟ حبيبي ربنا يكبر خاطرك. حبيبي ربنا يخليك ويخليك وينصرك. عندي مشكله. الله عيني. اه تسلم. الوقت بيتي انا قاعده يجي لي 25 سنه. ايوه. والبيت كان واخد قرار ازاله ورا الامام الليثي لما جه من المتحف بيوسعوا يعني بينظفوا. صاحب البيت اللي خد بديل في مدينه السلام عايز يطلعني انا وعيالي وانا بخدم في المدينه 20 سنه. حاضر. زي فريد محمد. ولا ابدا ولا تقلقي ولا تخافي. عاملين لي طرد يا بيه وجاب لي الحكومه. عيني حاضر. يا رب يخليك يا بيه يعليك. كل سنه وانت طيب. ينصرك على من يعديك. اللهم اللهم بلغك رمضان. امين يا رب. اللهم بلغك رمضان يا رب. أمين. عشان خاطر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب اسمي تبعك. كل حاجه هتتعمل. زينا فريد محمد عالي. يا حبيبي. 16 سريع الغفار. بالامام الليث عشان الحكومه جتني وكانوا يكسروا الباب عليا معايا بنات في المدارس. على عينينا يا حاجه عشان خاطر ربنا. لا اله الا الله. انا قلت لك مش عارفه اقول لك ايه سياده الريس. ولا تقولي حاجه. نزلت من السماء وانت استلقيت بس مش هقول لك زاد عن كده. بس وانت ربنا معاك بقى. كل سنه وانت طيب. ربنا معاك وانت طيب. معايا ست عيال وبربي فايتاء. ربنا يخليك. اروح فين؟ اروح فين يا حضره الريس؟ على رقبتي. لا يا بيه تسلم رقبتك. والله على رقبتك. تسلم وتخليك يا رب. يخليك. مش هقول لك زاد عن كده يا حضره الريس. هاخده منك. وتحيا مصر. بيكوا بدعواتكم الطيبه. يا رب. دعواتكم الطيبه. مش هقول لك حاجه تاني. خليك ولادك هتسترني ربنا هيسترك. اللهم امين. بس طيب. ادي اللي هقولها لك يا حضره طيب. الريس. طيب. عايز حاجه يا امي؟ خليك يا ابني يسترك على الميعادين. امين يا رب. خدوا بيتك يا رب. تكشف المرض. وعلم ربك طوله كمان. ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ الريس؟ زي عامل ايه؟ زيك. كل سنه وحضرتك طيب. طيبين. انت حضرتك طيبين. حاجتكم كلها موجوده؟ لا موجوده الحمد لله والاسعار كويسه. صحيح. والله الحمد لله. السكر سعره كويس والزيت وكل حاجه. والرز. والرز وكل حاجه. وكل الاصناف. كل الاسعار كلها كويسه معايا. صحيح. الحمد لله. لا قولي لي عشان لو في حاجه نعملها. لا لا الحمد لله الاسعار كويسه. ربنا يخليك لنا يا ريس. يخليك. خليك يا حبيبي يا رب. لا تحفه. اسعارها حلوه وكويس ومفروض معانا كويسين وبيعملوها زي اي حد. كويس. وحضرتك انا مين؟ كنت عاوز اقابلك ان انا اروح كل المستشفى اعمل اشاعه البتاع ده ما حدش يعملها لي. عيني. تسلم. عيني والف لا باس عليك. وانا اصلا كنت مغرض زياده كنت مسحي واسلمت وماليش حد. احنا يعني بنعمل للمصري. انت بتعمل بتخدم الناس كلها. على عيني حبيبي. وانا في ظهرك. كتر خير. مش عايز حاجة تاني؟ ربنا يبارك لك. صحيح. الصحة والطريقة. صحيح. ويخليك. ويخليك. أنت عايز علاج؟ ما كنت بص وجعني. حاضر حاضر. علاج يعني قولي لي على حاجة لكن كل هنعمل كشف كامل ونشوفي. حاضر. على عيني. ما تعيطيش. أوعي تعيطي. ده مش بقى يعني امال احنا موجودين ليه؟ محدش عايز ويعيننا ربنا. تعالي اللي بتتحكي. اهلا وسهلا. انا صغيره بخير حضرتك. ربنا يكبر خاطرك. ربنا يكبر خاطرك. قولي لي الاسعار عامله ايه؟ جميله والله. بامانه الله. جميله. كفايه ان حضرتك موجود والله. لا. ربنا يعينك علينا يا رب. ربنا يديم ايديكم عليا
ويعيننا على كل خير. لكن انا بسالك صحيح جميله والله الاسعار زي الاسعار جميله. لا حلو. طب اي حاجه ثانيه رخيصه عن بره خضار والحاجات هنا العيادة رخيصه عن بره. تسلم حضرتك، الله يبارك فيك. طيب هل في حاجه ناقصه؟ لا لا يا فندم. طب اقول لك حاجه ثانيه، في ملحوظه تقولها لي نعملها؟ لا لا تمام، كل الاسعار نازله وكله بيشتري بنفس الاسعار. صحيح النازله عليا انا ببيع بنفس الاسعار اللي نازله. بتنزل خضار؟ بنزل الخضار وبنزل السمنه والزيت والمكرونات كلها والرز والسكر والشاي والكلام ده كله. طب اي ملحوظه؟ لا تمام. اسمك ايه؟ ربنا يخليك. اسمي عبد الحي يا فندم. يا عبد الحي انت بتأجره منهم ولا ايه؟ لا لا هو تبع الاسم. تبع الاسم. الاسم هو اللي منزلنا واقفين فيه. طب ده طب يعني ده تطوع؟ اه يا فندم. اه انا معايا لسانس حقوق اصلا. انا عارف بس انا بفهم الناس وبسمعهم ان في ناس في مصر جدعان. ربنا يخليك يا فندم. في ناس ايه؟ في مصر جدعان اكيد يا فندم. رجاله جدعان. ربنا يخليك. جدعان. ربنا يكرمك. اللهم امين. مش عايز حاجه. ربنا يخليك يا فندم. صحيح. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا خلوهم. ربنا يبارك يا رب. انت بتشتغل ايه؟ انا استرجي. استرجي. استرجي موبيليا ولا استرجي؟ موبيليا. موبيليا. بتعمل كام في اليوم؟ والله على حسب ما ربنا سبحانه عايز لي ساعتك. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا ربنا 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 يخليك. ربنا يديك. احنا نفسنا في شهر. نفسنا في شهر لان احنا قاعدين ايجار جديد ومتبهدلين. الحمد لله على كل حال والله. طب ليه ما بتهدموش في الاسكان الاجتماعي؟ ما احنا مش عارفين نعمل ايه. ازاي؟ احنا عاملين تسهيلات كتير لكل الناس. حتى اللي الظروف عملوا زي اسمك ايه؟ محمد. زي محمد. لسه متجوز على فكره بنت قريب. متجوز بنت؟ ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا رب. يديك الصحه يا رب. الحمد لله والله ربنا سترها والله. هنا في نعمه. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويديك الصحه ويا رب استرها معاك يا رب وافرق الحلال يا رب. ربنا يبارك فيك يا باشا.